هل بغض الكافر يلزم منها إيذاؤه ومضايقته والإساءة إليه وأكل ماله؟ لا، لا يجوز. هناك معاهدات، هناك معاهدات يجب يجب الوفاء بها. إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فلا يجوز أن نأخذ أموالهم وأن نسبي ذراريهم وأن وأن وأن، ما يجوز هذا. وفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولو كان بين المسلمين والكفار. نعم.